ربنا موجود. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم التاسع من شهر باب المبارك أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس البكر الطاهر الأنبا أومانيوس البطريرك السابع من بطاركة الكرازة المرقوسية، بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار استشهاد القديس سمعان الأسقف ورفقائه، وكان أسقفا على إحدى بلاد فارس. قبض عليه الملك صابور الثاني وأمره بعبادة الشمس فرفض، فعذبوه ووضعوه في السجن مع 100 آخرين منهم أساقفة وكهنة وشمامسة، فقطعت رؤوس رفقائه واحدا واحدا، وأخيرا قطعت رأس هذا الأسقف، فنالوا أكاليل الشهادة، بركة صلواتهم فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. ربنا موجود.